لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنشرح بدايه الفصل السابع ان شاء الله. انا عارف ان في ناس منكم عدت الفصل ده الفصل السابع، وطبعا في ناس بتجهز لامتحان عملي بكره ان شاء الله في بعض المدارس. حصه النهارده على فكره على حسب الجدول، النهارده المفروض حصتنا النهارده والحد القادم ان شاء الله، حد والثلاثة القادم، الثلاثة الجاي ده حصة لتانية ثانوي كيمياء ان شاء الله، حصة تانية ثانوي كيمياء يعني مش مخصصة ليكم، مخصصة لتانية ثانوي كيمياء. ان شاء الله حصتنا المفروض القادمة الحد والثلاثة القادم، فنحاول كده ان شاء الله في الحد والثلاثة القادم نحاول نخلص اكبر جزء. طيب يا جماعة ان شاء الله نبدأ درس النهارده اللي هو الفصل السابع ارتياد الفضاء. ماشي تمام، ارتياد الفضاء درس الفصل السابع. نبدا بارتياد الفضاء. بنبدا بصاروخ متعدد المراحل او تركيب، هو المهم الجزء الاولاني اللي هو المقدمه واللي هو الخاص بارتياد الفضاء وكده، مش موضع امتحانات. وظيفه صاروخ متعدد المراحل عندنا وظيفتين ليه. الوظيفه الاولى هي حمل مركبة الفضاء وتحريرها من جاذبية الأرض. الفائدة الثانية وضع القمر الصناعي في مداره حول الأرض، يعني بيشير لنا مركبة الفضاء ولو في قمر صناعي بيضعه في مداره حول الأرض. فكرة العمل بتعتمد، مهمة جدا دي، تعتمد على قانون بقاء كمية الحركة الخطية. في ناس بتفتكر إن فكرة العمل معتمدة على قانون بقاء، قانون بقاء كمية الحركة الخطية. التركيب عندنا ثلاث مراحل في الصاروخ متعدد المراحل، عشان كده سمي بالصاروخ متعدد المراحل. في لو انتم شايفين كده من الشكل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. شايفين كده في الرسمة الثانية في محركات في المرحلة الأولى، كذا محرك اللي هي شبه كده تشبه الصاروخ، تشبه شكل الصاروخ. المرحلة الأولى مكونة من إيه؟ مكونة من خمس محركات، مزودة بخمس محركات، طول كل محرك منها 42 متر، ودي معناها إن فيها كمية كبيرة من الوقود. وطبعا مش قلنا نحفظ الطول، لكن نعرف إن هي خمس محركات، مهمة جدا، خمس محركات بتحتوي على كمية كبيرة من الوقود. زي كده يا جماعة محركات. هذه المرحلة بتعمل لمدة دقيقتين ونصف، وبعد كده تنفصل من الصاروخ بعد نفاذ الوقود، وتبدأ في العمل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية برضو مكونة من خمس محركات، وتبدأ تشتغل بعد انفصال المرحلة الأولى. وطبعا الهدف منها بتولد دفع ولكن اقل، لان كميه الوقود بها اقل، الجاذبيه بتاعت الارض للصاروخ بتكون قلت، ثم تنفصل هي كمان بعد نفاذ الوقود. المرحله اللي بعدها المرحله الثالثه، يبدا الوقود، هي هذه مرحله الاشتعال بمجرد انفصال المرحله الثانيه، لكن هي مكونه من محرك واحد مزودة بمحرك واحد بيولد دفعا كافيا يصل الصاروخ به للسرعة اللازمة لوضع مدار الصحيح اللي هي المجهز ليها. دي المرحلة الثالثة. كده ثلاث مراحل، مرحلة أولى ثانية ثالثة. المرحلة الأولى مكونة من خمس محركات، مرحلة ثانية مكونة من خمس محركات، المرحلة الثالثة مكونة من محرك واحد. ممكن يسألني هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي مثلا علي دمياتي، عدد المحركات في المرحلة الأولى أكبر من المرحلة الثالثة،
ما نقول ايه هنا؟ لان دي عدد المحركات في المرحله الاولى يكون اكبر. ايوه، الهروب من الجاذبيه على محمد، صح كده، التغلب على الجاذبيه، التغلب على الجاذبيه كده صح. ايوه تمام. اسماء تسنيم، لان وظيفتها هي تحرير السحب من جاذبيه الارض ودفعه خلال طبقات الهواء الاكثر كثافه، ولانها تحركها في تحرك الصاروخ في طبقات الهواء الاكبر كثافه فعلا. اسماء صلاح، لان المرحله تعمل على الهروب من الجاذبيه صحيح. نيجي بعد كده للقانون الخاص باستنتاج دفع الصاروخ. احنا بنفترض مثلا ان سرعه الصاروخ دي ثابته، والتغير يكون في الكتله، يعني دلتا ام هنا خلال زمن دلتا تي. يعني نفترض ان الصاروخ بيمشي بسرعه ثابته، واللي بيتغير هنا الكتله بتاعت الصاروخ بالنسبه للزمن. كتله الصاروخ بالنسبه للزمن هي اللي ايه؟ اللي بتتغير. طيب نفترض زي ما قلنا كده ان التغير في دلتا ام بالنسبه للزمن دلتا تي، نقول كده ان دفع الغازات على الصاروخ يساوي التغير في كميه الحركه، في كميه حركه الغازات، على اساس ان الكتله هنا اسف، ان السرعه هنا ثابته. ان طبعا لو حسب القانون بتاع الدفع بنقول ان اف دلتا تي بتساوي دلتا في ام، في دلتا ام يا جماعه، يعني في ثابته بتتغير بس ام. يبقى اذا لو انا عايز احسب القوه اف تحسب ازاي؟ يبقى اف بتساوي، هنودي طبعا الدلتا تي الناحيه الثانيه تنزل في المقام، يبقى في دلتا ام على دلتا تي. يبقى كده لما يقول لي احسب قوه الدفع، القوه اللي بتتحرك بها الصاروخ، او قوه الدفع بتساوي في دلتا ام على دلتا تي، التغير في الكتله بالنسبه للزمن. طيب نشوف مثال كده. يقول لي هنا تندفع النواتج الغازيه للاشتعال من فتحه محرك الصاروخ المعدل 150000، اسف، 1500 كيلو جرام كل ثانيه، وسرعه هذه النواتج هي حوالي 50000 متر كل ثانيه. ما هي قوه الدفع التي تعطى للصاروخ؟ عايز احسب القوه، في فرق بين يقول لي قوه الدفع والدفع نفسه. طيب هنقول هنا المهم الاف طبعا بتساوي v في دلتا ام على دلتا تي. اذا الاف بتساوي، نعوض عن الفي، الفي طبعا الفي السرعه، بتساوي 50000 اضربها في 1500 اللي هي بالنسبه للزمن، لان هو كان الكتله هنا يا جماعه 1500 كيلو جرام كل ثانيه، يعني دي دلتا ام على دلتا تي جاهزه. نكتب احنا على طول كده 1500 كيلو جرام، كيلو جرام دي لكل ثانيه، معناها ان دي دلتا ام على دلتا تي. المضرب 50000 في 1500 تمام يا تسنيم، يبقى كام؟ 75. ونعد الاصفار. تمام تمام يا اسماء، الصوت بيقطع، الصوت طيب يمكن مشكلة في سرعة النت نفسه. يبقى 75 في 10 في 10 أس 6 أسماء، 1 2 3، الصوت تمام ماشي، 1 2 تمام. أسماء 6 أصفار، يبقى 75 في 10 أس 6 إزاي بنحسب سرعة الهروب من الجاذبية الأرضية؟ مهمة جدا طبعا، ممكن تيجي استنتاج في الامتحان. سرعة الهروب من الجاذبية، يعني احنا بنفترض لو في صاروخ على الأرض، طبعا طاقة وضع الصاروخ على الأرض ما تساويش الصفر، لأن ده جسم كبير. بمعنى أصح أنا بحسب الطاقة الوضع ليه بالنسبة لمركز الأرض، غير أي جسم تاني. بعتبر إن بفترض من الأصل إن الجسم وهو على الأرض طاقة الحركة له بصفر، بعتبر ان انا ببدا من الصفر كده، ببدا منين؟ من الصفر. لكن هو المفروض طبعا الجسم ما يبقاش ليه طاقه وضع تساوي صفر على سطح الارض. تمام، افترض ان بقول هنا لو عندما ينطلق الصاروخ، والصاروخ هو على الارض،
على اساس ينطلق الصاروخ في قوه جذب هنا بينشا عنها طاقه اسمها طاقه الوقت، وهو عشان يتحرك هنا بيبقى فيه طاقه حركه، لازم تكون الطاقه دي اللي تخليها تحرك هنا تكون من قوه الجذب هنا اللي هي يعتبر طاقه الحركه، ليس في طاقة الوضع. يبقى لازم يكون طاقة الحركة أكبر من طاقة الوضع. يبقى لازم تكون طاقة الحركة أكبر من طاقة الوضع لكي يتحرك الصاروخ أو ينطلق الصاروخ. لازم لابد أن تكون دي طاقة، زي ما قلنا دي طاقة حركة وهذه طاقة وضع، وهو على الأرض لازم تكون قوتي وأنا بشيل الحاجة تكون أكبر من قوة الجذب. لكي ينطلق صاروخ من سطح الأرض في الفضاء ويتمكن من الإفلات يجب أن يكون النافولي يقول الصوت تمام ماشي. طاقة الحركة له بعد الانطلاق تساوي طاقته أو طاقة الوضع له على سطح الأرض زي ما قلنا. يعني هي مش يعني ممكن نقول ان اكبر منها او تساوي، يعني تساويها او اكبر منها بحيث ان هو يبدا في الحركه. بنقول هنا ان طاقه الحركه تتحسب ازاي؟ نص ام في تربيع. نص ام في تربيع او ام في نص في اي حاجه، بس نسمي فيها مش سرعه نهائيه ولا سرعه ثانيه، نسميها في سكيب. بتساوي نص ام في تربيع بتساوي ام جي في ار، على اعتبار ان ار هنا هي المسافه، يبقى نص ام في تربيع نص في ام في في تربيع في سكيب تساوي ام جي ار. نص رمضان يعني بيساعد معانا في الدعم، يبقى ام جي ار. يعني كنا سالنا في رمضان اذا كان سمعنا ولا لا، يكتب رقم 2 نص ام في تربيع تساوي ام جي ار. طبعا الار هنا المقصود بها ار ايرس اللي هي نصف قطر الارض. المقصود بها هنا ايه؟ نصف قطر الارض على اعتبار ان الصاروخ ارض وضعه هو على الأرض. أول حاجة هنعملها نشطب طبعا الإم مع الإم، الإم 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 يا جماعة مش النص، نشطب هنا الإم مع الإم، يبقى لي هنا إيه؟ البي سكيب تساوي بي سكيب تربيع بتساوي ودي طبعا النص الناحية التانية تبقى 2 جي ار ار. تمام يا جماعة، بس ان يبقى بي سكيب تربيع بتساوي 2 جي ار اس. يبقى بي سكيب هناخد التربيع نجيب جذر الطرفين، يبقى الجذر هنا يبقى جذر 2 جي ار اس كده حسبنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سكيب بتساوي الجذر التربيعي ب 2 جي ار اس، وناخد بالنا من ار اس هنا نصف قطر الارض وليست نصف قطر المدار. كده مفهومه؟ لو سالنا سؤال من خلال القانون يا جماعه، العوامل اللي تتوقف عليها سرعه الهروب، سرعه الهروب العوامل اللي تتوقف عليها سرعه الهروب، دعاء الجاذبيه عن المصدر، لما فولي عايد الجاذبيه على سطح الكوكب على اعتبار ان هو كوكب يعني مش لازم الارض، اسمها صلاح الجاذبيه الارضيه، جاذبيه عاجة الجاذبيه الارض. لو اعتبرنا ان سرعه الهروب لكوكب فبنقول ان هي رقم 1 عجله الجاذبيه للكوكب،
لو للأرض بنقول عاجلة الجاذبية للأرض. رقم اتنين، نصف القطر اللي هو للكوكب برضه، نصف قطر الكوكب. طب تعريفها ايه سرعة الهروب؟ بنقولها ازاي؟ بنقولها السرعة التي ينطلق بها أي جسم من الفضاء، بنعتبر إن الصاروخ ده جسم ينطلق من الفضاء بيتحرر من الجاذبية الأرضية. ناخد بالنا أي جسم هنا لا يتوقف على كتلة الجسم ده، يعني سواء صاروخ أو حجر مثلا صغير يعتبر نفس السرعة اللي يتحرك بيها للانطلاق من الفضاء. يبقى السرعة التي ينطلق بها أي جسم من الفضاء الخارجي بيتحرر من الجاذبية الأرضية دي تسمى سرعة الإيه؟ إيه؟ سرعة الهروب من الجاذبية. هي السرعة التي ينطلق بها أي جسم من الفضاء ولا تتوقف على كتلته طبعا يتحرك بها من الجاذبية الأرضية، لو بنتكلم على سرعة الهروب من الأرض. طبعا هي ثابتة، تتوقف على حاجتين، عجلة الجاذبية ونصف القطر. يعني بالنسبة للأرض مثلا لازم يتحرك الجسم بسرعة بتساوي أو أكبر من 11.2 كيلو متر كل ثانية، في الثانية 11.2 تقريبا كل ثانية. ناخد بالنا من الملحوظه دي يا جماعه. رقم واحد، سرعه صاروخ كتلته يعني حوالي 3 في 10 في 6 كيلو جرام تساوي سرعه هروب حجر كتلته 1 كيلو جرام من مجال الجاذبيه، على اعتبار ان السرعه لا تتوقف على سرعه الهروب، لا تتوقف على الكتله. ده رقم واحد، الملحوظه الاولى المهمه. يبقى هنا الإجابة لما يقول علي ليه السرعتين متساويين، يجيبها لك مسألة ويقول لي احسب سرعة هروب الحجر وسرعة هروب الصاروخ، نقول له طبعا نفس الإيه؟ نفس السرعة لأنها لا تتوقف على الكتلة. الطاقة اللازمة للهروب تتوقف على الكتلة على اعتبار إن طاقة الحركة بتساوي نص ام في تربيع. احنا بنقول هنا برضه الطاقه بتاعت الهروب لا تتوقف برضه على الكتله، يعني تسنيم سرعه الهروب لا تتوقف على الكتله، وبرضه في سرعه الطاقه اللازمه للهروب لا تتوقف على الكتله، تتوقف على السرعه. طاقه الهروب تتوقف على السرعه ليه؟ لان احنا حسب القانون بيتحذفوا مع بعض، بيتحذفوا مع بعض، لان انا عندي طاقه وضع وطاقه حركه. يعني تاني، طيب لو احنا عندنا مثلا نجيب كده سبوره كده معانا بالنسبه لتسليم، بنقول هنا ايه؟ ان لازم حاجتين يساووا بعض. لازم نقول هنا ان نص ام في تربيع بتساوي نص ام في تربيع بتساوي ام جي ار ايرث. طيب الام هتروح مع الام، تمام كده؟ الام راحت مع الام، يبقى الطاقة اللازمة للهروب لا تتوقف على الكتلة. مفهوم يا تسنيم؟ الطاقة اللازمة للهروب لا تتوقف على الكتلة. انا بتكلم عن طاقه وضع وطاقه حركه في نفس الوقت، بتتوقف معايا على السرعه بس، السرعه فقط. طيب السرعه اللازمه للفلات من الصاروخ تزيد عن 11 وحوالي 16 من 100 كيلو متر كل ثانيه. ناخد بالنا من الصاروخ، بيقول لي هنا ان راعى العلماء عند صناعه الصاروخ الاتي معايا كده. أول حاجة أن يكون شكله مدبب يشبه القلم الرصاص، يبقى شكله مدبب طبعا هنا السبب لإنقاص ضغط الهواء عليه إلى أقل ما يمكن، زي العربيات كده بتبقى مدببة من الأمام عشان السرعة بتاعتها تتنقص طبعا، إيه يعني تمشي بسرعة ما تعملش ضغط للهواء على السيارة. نفس الفكرة بالنسبة للصاروخ، لما يمشي بسرعة عالية فلازم يكون في ضغط هواء عليه فبيقلل الضغط عن طريق الشكل المدبب. والانقاص مقاومة الهواء،
مقاس تمام يعني، مقاس مقاومة الهواء. يبقى هنا في حاجتين مهمين، انقاص ضغط الهواء وانقاص مقاومة الهواء، يعني هما تقريبا متساويين. رقم اثنين، كانت المرحلة الأولى أكبر من عدد محركات المرحلة الثالثة، دي قلناها. عدد محركات المرحلة الأولى أكبر من عدد محركات المرحلة الثالثة. الإجابة هنا يعني المرحلة الأولى بتعمل، أيوه تمام قلناها ماشي، تعمل على الهروب من الصاروخ من الجاذبية الأرضية ودفعه خلال طبقات الهواء الأكبر كثافة والتغلب على مقاومة الكبيرة لحركته. الملحوظة الثالثة، طبعا هنا المرحلة الثالثة، هنا نقول التوجيه ماشي. الملحوظة الثالثة بيقول مراعاة النسبة بين طول الصاروخ وقطره، مراعاة النسبة بين طول الصاروخ وقطره حتى لا يختل توازنه أثناء الانطلاق، لأن توازنه واستقراره يتوقف على هذه النسبة. يبقى مراعاة النسبة بين طول الصاروخ وقطره. تمام. تمام يا أم عز. اعتماد توازن الصاروخ واستقراره في مساره على هذه النسبة. ده يا جماعة يعتبر مكوك فضاء أثناء عبوره من الفضاء، يعني المكوك بيرجع تاني على حاجة زي ما انتوا شايفين طيارة كده، وعشان ينقص المقاومة فبيرجع، فبيكون في مظلة بحيث إن هي إيه بتقلل من مقاومة الهواء. شايفين كده اللي هي المظلة كده. وينزل لغاية ما ينزل الأرض، دي أثناء العودة. هذه من الخلف كده، هذه في الأصل كان عبارة عن جزء يعتبر الأخير من الصاروخ. هذه نفس الفكرة برضه، نفس المعنى. نيجي لموضوع الأقمار الصناعية يا جماعة، الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية عندنا نوعين في الأقمار الصناعية، في النوع الأول اللي هو يعتبر الأقمار الثابتة، النوع الثاني اللي هي الأقمار المتحركة. يبقى أنا عندي نوعين كده من الأقمار الثابتة والإيه؟ والمتحركة. أنتوا شايفين كده يعني ده شكل الأرض وحولها القمر الصناعي، يعني شكل متوسط فيها بتلف حواليها، هما الاتنين بيتم مع بعض كده نحو الإيه؟ حول الشمس. شروط الاستقرار بقى، على اساس يبقى قمر صناعي ثابت في مداره لازم يكون ليه شروط. الشرط الاول ان يكون في مستوى خط الاستواء، على اعتبار ان هنا المسار اللي هيتحرك بيه هيكون متساوي، وفي الحاله دي نقدر نقول عليه ان هيبقى ثابت، لان النسبه اللي بتتحسب بيها السرعه بتتحسب بيها المسافه والزمن بتعتمد على انه يكون فوق مدار خط الاستواء. رقم اثنين، ان يكون اتجاه دوران في نفس اتجاه دوران الارض، ده شرط على اساس يبان ثابت، لان هو ثابت مع دوران الارض زي ما انتم شايفين في الشكل اللي هو يدور مع الارض. رقم ثلاثة، أن يكون على ارتفاع 36,000 كيلو متر من مستوى سطح الأرض، لأن دي السرعة اللي بيدور بيها بتعتمد عليها الزمن. أنا عايز يكون الزمن اللي بيدور بيه القمر الصناعي حول الأرض يساوي 24 ساعة، يبقى لازم يدور بسرعة معينة، يبقى لازم يدور على ارتفاع معين، لأن السرعة تتوقف على حسب وضعه عن الأرض. فممكن لو بعد أو قرب من الأرض بتقل وتزيد السرعة. فأنا عايز أثبت السرعة، يبقى لازم يكون على ارتفاع حوالي 36,000 كيلو متر، مهمة دي يا جماعة. 36,000 كيلو متر. رقم اربعه، ان يكون الزمن اللازم للدوران في مداره يساوي الزمن اللازم لدوران الارض حول محورها، يعني حوالي 24 ساعه، يعني اتاكد تماما ان هو بيدور في نفس المده اللي بيدور فيها الارض، بيدور فيها الارض حول نفسها. طب هي الارض بتدور منين لفين؟
احنا سألنا السؤال ده، هو بيقول ان يكون اتجاه دوران القمر الصناعي في نفس اتجاه دوران الارض، يبقى منين لفين؟ من الشرق للغرب او العكس؟ من الشرق للغرب او من الغرب الى الشرق؟ اتجاه الدوران من الشرق الى الغرب. بس انا صراحة في الارض بتدور من الشرق للغرب، يكون في نفس اتجاه دوران الارض من الشرق للغرب برضه. اه غلط، القمر الصناعي بيدور مع الأرض، الأرض بتدور من الغرب إلى الشرق. أرض. آه العكس، الغرب من الغرب إلى الشرق. تمام، فعشان كده يكون نفس الاتجاه دوران الأرض حول المتاري، وبالتالي يظهر ثابت. إيه استخدامات الأقمار الصناعية الثابتة؟ في نموذج يسمى نموذج إيرثر كلارك. النموذج ده مبني على فكرة في فيلم أو كاتب خيال علمي كتب رواية كان بيقول فيها إن نفترض إن الأرض بالشكل ده، نفترض فيها كده، ويدور حواليها 3 أقمار صناعية ثابتة، يعني ده قمر، القمر هنا، فبنقول هنا مثلا ان الثلاثه دول اقمار صناعيه حوالين الارض، مغطين الارض تماما كده، فبيعمل لي حاجه اسمها يعني شكل مثلث كده، تاخد شكل مثلث، وده كان مجرد خيال علمي. الزاويه هنا طبعا بتبقى كام؟ 29. تمام، الزاوية 120. تمام يا تسليم وعسلامة صباح. 120 الزاوية، 120 120 120، وده بيسموه سمي نموذج كلارك، يعني سمي نموذج، النموذج ده نموذج كلارك أو إيرثر كلارك. تمام، نموذج كلارك. ايه فايدة الأقمار الصناعية الثابتة بقى؟ رجعنا تاني، أول حاجة تمام أنا عايز كويس، بس البرامج التلفزيونية الفضائية، القنوات الفضائية اللي هي يا جماعة اللي هي بتبقى على الدش، طبعا دي يعتبر أساسها الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية، لا استشعار عن بعد. انا بتكلم عن الاقمار اللي هو نموذج كلارك. ماشي، نقل المكالمات التليفونيه، نقل المكالمات التليفونيه، يبقى بس البرامج ونقل المكالمات، دي موضوع الاستشعار عن بعد وكده، ممكن نقول ان فائده الاقمار عموما. ايوه، اللي هو قنوات الفضاء وكده، والمكالمات اللي هي الجيل اللي هو 3 جي اللي بنسمع عنه او بنستعمله يعتبر اشاره المعلومات، ممكن اللي هي قنوات البرامج الفضائيه. امن فولي نقل اشاره المعلومات. تمام ماشي، تطبيقات الاقمار الصناعيه عموما بقى، ممكن نقول رقم 1 اقمار الاتصالات، وهي طبعا بتستخدم في نقل المكالمات اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، في نقل إشارة المعلومات. رقم 2 ونقل المحطات طبعا تبعها زي كده، تلفزيون يا جماعة اهو، بس طبعا احنا بنتكلم عن المحطات الفضائية وليست المحطات الأرضية. المحطات الأرضية بتتنقل عادي عن طريق شبكات زي اللي احنا وقعنا الأولى والثانية، تيجي عن طريق جبل المقطم، ودي طبعا تبقى جهاز ارسال عادي لا يحتاج الاقمار الصناعيه. رقم 2 اقمار، تمام اسمها اقمار التطبيقات العسكريه، طبعا دي بتعتبر كمشاهده او كاتصالات بين قوات حربيه وكده مواضيعها. رقم 3 اقمار استشعار عن بعد، تستخدم في تصوير سطح الارض، الثروات الطبيعية اللي في الأرض.
غزل الثروات الطبيعية رقم 4 أقمار الأقصاد، تمام، أقمار الأقصاد الجوية. رقم 5 أقمار الأبحار، أقمار الأبحار طبعا مهمة في الفضاء زي ما احنا شايفين كده في الصورة، زي الأقمار اللي هي سهلة في اكتشاف الفضاء وكده. إجراء التجارب الفيزيائية، يعني لما كنا عايزين نعمل تجربة فيزيائية عن طريق الأقمار الصناعية زي ما احنا شايفين كده برضو. دراسة الظواهر المختلفة بانعدام الوزن طبعا بتكون في الفضاء، عندنا بتسمى عجلة الجاذبية والعجلة المركزية، عجلة الجاذبية والعجلة الإيه؟ المركزية. ناخد بالنا من الطاقة المستخدمة في الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية وهي في الفضاء ما بتاخدش طاقة من على الأرض، لكن بتاخد الطاقة بتاعتها من الشمس عن طريق الطاقة الكهربية أو تحويل الطاقة الشمسية لطاقة إيه؟ كهربية، يعني في بطاريات أو خلايا شمسية طبعا بتحولها إلى طاقة إيه؟ لطاقة كهربائية. ممكن نختصر الكلام اللي قلناه، أقمار اتصالات، أقمار تطبيقات عسكرية، أقمار استشعار عن بعد، أقمار أرصاد، أقمار أبحاث الفضاء، تستخدم في عملية التجسس، ماشي، تجسس، كل ده بتعتبر من ضمن التطبيقات في الأقمار الصناعية. طيب مهم جدا نعرف حاجة بيسموها السرعة المدارية للقمر الصناعي، البي أوربيتال، البي أوربيتال. هي السرعة التي تجعل القمر الصناعي يدور في مسار منحني شبه دائري بحيث يظل بعده عن سطح الأرض ثابتًا. يعني كأن مثلًا يعني لو خدنا المثال ده صعب شوية ولكن نقوله برضه، لو افترضنا رسمة كده للأرض، رسمة قصاد الأرض، وفي مثلا جسم على برج مثلا، وواحد كده من فوق البرج ده يرمي كده حجر مثلا، فبياخد المسار بتاعه كده، فطبعا بيمشي في الأول في مسار أفقي، وبعد كده بيبدأ ينزل على الأرض، ينزل تاني على الأرض. طب لو زود القوة بتاعته هيبدأ يزود المسار المنحني وينزل في النهاية على الأرض. عند حد معين يا جماعة لما بيزود الدفع بتاع القاء الكرة دي فممكن ياخد مسار منحني، طبعا ده برضه هينزل على الأرض، يتغلب على الجاذبية بحيث إن هو يظل في مساره المنحني ويبدأ يستمر في عملية الدوران وكأنه دايما في حالة سقوط حر. زي كده الحالة الأخيرة دي يا جماعة، الحالة الأخيرة اللي بيسقط بيها طبعا ايه الجسم ويبدأ في الدوران. أيوه، عند سرعة معينة يبدأ يسقط سقوط حر، ودي اللي بنسميها السرعة اللي يتحرك بيها. طبعا لازم يوصل لسرعة معينة تساوي السرعة المدارية البي أوربيتال، السرعة اللي تجعل القمر الصناعي يدور في مسار منحني شبه دائري بحيث يظل به عن سطح الأرض ايه؟ ثابتا. دي السرعة المدارية. ممكن نقول تعريف تاني، ممكن نقول ان السرعه تشمل دوران القمر الصناعي حول الارض. طب استنتاج هيجي ازاي؟ طبعا ليها كذا طريقه. الطريقه الاولى، انا بفترض ان هو بيدور بسرعه مداريه او بعجله مركزيه حول الارض بتساوي تقريبا العجله الجاذبيه نفسها، يعني الاي سنتر بتساوي الجي اللي هي عجلة الجاذبية، اي سنتر بتساوي الجي، بنفترض كده. طبعا اي سنتر حسابها هيجي ازاي؟ في دوت تربيع منسومة على ار، نصف قطر المدار هنا وليست نصف قطر الايه؟ ليست نصف قطر الجاذبية، اسف، ليس نصف قطر الارض يعني. يبقى هنا في ار، هنا ناخد بالنا هنا ار نصف قطر المدار اللي بيتحرك بيه القمر الصناعي حول الارض. ليس نصف قطر الارض، يعني نصف قطر المدار. طبعا ده احنا كده شلنا الاي سنتر وكتبنا بدلها بي اوربيتال تربيع على ار، الجي زي ما هي، يبقى جي بي اوربيتال تربيع على ار.
تمام كده يا جماعة؟ دي الطريقة الأولى. دي ناخد بالنا ار اوربيتال هنا، ار اوربيتال لو هنحسب كده السرعه الدي اوربيتال تربيع المفروض بتساوي نضرب الجي في الار اوربيتال، يعني كان نضرب طرفين في وسطين ونقول ان الدي اوربيتال التربيع بتساوي جي في ار اوربيتال. ناخد جذر الطرفين، جذر في اوربيتال تربيع في اوربيتال طبعا هنا بتساوي الجذر التربيعي لجي في ار اوربيتال. مفهومه كده يا جماعه؟ ده الاثبات الاول، الاثبات الاول لسرعه السرعه المداريه، وده الاسهل والاهم. تمام، تسليم في اوربيتال في اوربيتال بتساوي الجذر التربيعي لجي ار اوربيتال. طيب ناخد بالنا من نقطة مهمة، لما يسألني هنا عن 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 العوامل اللي تتوقف على الفي اوربت ما تعملش القانون ده. ليه؟ ليه ما نستعملش القانون ده؟ لأن هنا الجي، على فكرة الجي هنا يا جماعة تعتبر عجلة الجاذبية على ارتفاع معين، وهي بتكون أقل من عجلة الجاذبية الأرضية. خد بالنا من الجزئية دي، أن الجي لا تساوي بالظبط عجلة الجاذبية الأرضية، هي أقل منها. طب كل ما ارتفع يعني بيزيد المدار تاني، يعني على اساس نفهم الجزئيه دي كويس خالص، اللي هي توقف على القانون ده في اللي احنا قلناه مثلا ان الفي اوربيتال بتساوي الجذر التربيعي للجي في ار اوربيتال. خليكم معايا هنا، الار اوربيتال هنا بتساوي الاتش الارتفاع زائد الار اس. تمام، زائد مش تساوي، يعني زائد الار اس. انا عارف ان علامه تساوي في نفس الضرب تساوي علامه الزائد، فمش مشكله. ماشي، تمام، الاتش زائد الار اس. يعني برضه يعني لو افترضنا ان دي الارض، ونفترض مثلا ان ده المدار، خلون يكون باين شويه، ده المدار اللي هو اللون الثاني ده. فبنقول هنا ايه؟ لو معانا دي كده تعتبر الار ايرث، الخط الثاني اللي فوق ده يعتبر هو ال H. يبقى انا عندي هنا تاني الخط الاسمك ده. تمام يا تسليم، صح كده. يبقى انا عندي هنا الجزئيه دي يعتبر هنا ده على يعتبر نصف قطر الارض، انا ده الارتفاع. تمام، نرجع لموضوعنا التاني. فبنقول هنا ان الفي ما تتوقفش لا على الجي ولا على الار. ليه؟ لان كلما ارتفعنا، يعني كلما زاد الار كل ما ده زاد الجي بتقل. فهنا ما ينفعش استخدم القانون ده، فيقول لي مثلا ما العوامل القانونيه على السرعه المداريه ما اقدرش اقول ان هي تتوقف على الجي ولا الار. تمام؟ طيب نرجع للاستنتاج التاني. ثانيا، استنتاج السرعه المداريه للقمر صعب دلوقتي الكتله الارض ام ايرث كتله الارض. بيقول هنا لكي يستمر القمر الصناعي في دورانه حول الارض، لابد ان يقع تحت تاثير قوتين متزنتين ومتساويتين. يبقى لازم اساس يستمر في الدوران، يبقى فيه قوه اسمها قوه طارده مع قوه جاذبه. اول حاجه قوه جذب الارض للقمر وتتعامل من قانون الجذب العام.
على أساس إن هي قوتين، إن الأرض لها كتلة والقمر صناعي. تمام، القمر صناعي له كتلة، فبينهما قوة جذب اللي هي قانون نيوتن. الإف بتساوي في قانون الجذب العام جي ثابت من الجذب العام في إم كتلة. الفرق بين إم هنا كتلة القمر، وهنا إم إرث كتلة الأرض مقسومة على ار هنا ار اوربيتال، يعني ار اوربيتال على اساس ان هي مسافه من مركز لمركز في التربيع. خلاص، دي قانون الجذب الايه العام، دي رقم واحد. القوه الثانيه اللي هي القوه الجاذبه المركزيه الناشئه عن دوران القمر التعامل العلاقه، اف بتساوي في سنتر اللي هي القوه المركزيه بتساوي ام مضروبه في دور تربيع على ار. بس بناخد هنا الام للقمر الصناعي، كنت على اساس ان هو اللي بيدور حول الارض على ار، برضه هنا ار اوربيتال مسافه من المركز للمركز، ده القانون الثاني. لو سوينا الاف مع الاف يا جماعه، لو قلنا الاف دي الطرف الايسر يساوي الطرف الايسر، يبقى الايمن يساوي الايمن، نساوي المعادلتين مع بعض، يبقى نقول كده ان جي ام ان اس على ار اوربيتال تربيع بتساوي ام في دوت تربيع على ار اوربيتال، نساويهم ببعض. فطبعا بنقول هنا ان المفروض ان بتروح مع الام، والار هنا بتروح مع التربيع، مفهوم كده يا جماعه؟ يبقى الام بتروح مع الام، الار بتروح مع التربيع، نقول ان في دور تربيع بتساوي اللي بقى هنا عندي الجي والام ايرث والار اوربيتال فقط، ار اوربيتال هي اللي بتتبقى هنا فقط. اذا لو جبنا جذر الطرفين في دوت تربيع، جذرها في دوت بتساوي جذر الجي زي ما هي الام ايرث على الار اوربيتال، يبقى كده القانون معانا هنا جي في اوربيتال بتساوي جي ام اس على ار اوربيتال. لو سالنا سؤال هنا، السرعه المداريه تتوقف على ايه من خلال هذا القانون؟ تتوقف على ايه؟ القانون ده واضح بقى ان ممكن في ثوابت، طالما في ثوابت تحت الجذر يبقى اقدر اقول ان السرعه المداريه تتوقف على سيبكم تجاوبوا، توقف على ايه من خلال القانون؟ نصف القطر حيث تتناسب عكسيا مع مربعها تسليم، ولا الجذر التربيعي يعني نصف القطر؟ ايه المفهوم بكلمه حيث تتناسب عكسيا مع مربعه؟ مربعه ده السرعه، ولا مربعه هو نصف القطر؟ مع الجذر التربيعي نصف القطر كده. تمام كده تمام، اما عايز تكتب كل الحروف الكيبورد طبعا ما تحولهاش عربي. يبقى الفي اوربيتال احنا ممكن نترجمها يعني الاتش طبعا الف الجي معناها لام، يبقى لسه بقى الجذر التربيعي ماشي، يبقى تتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي. الجذر التربيعي لنصف القطر، نصف قطر المدار، نصف قطر الارض، نصف قطر المدار لانه ممكن يتغير. يبقى نقول هنا عن جذر التربيع نصف قطر. تمام، هنا عندي ثوابت نصف قطر المدار، صح يا اسماء؟ الجي والام اس والار اوربيتال. هي تمام يا تسليم، الجي والام اي الام اس هنا بيبقوا ثوابت. نعم محمد ما بتشاركش معانا النهارده، شكل الصوت من زاد بيقطع. دعاء احمد مش موجوده طبعا معانا في الغرفه من الاصل. طيب يعني سامع. طيب تمام، الملحوظه الاولى بيقول لي هنا تتناسب السرعه المداريه للقمر الصناعي تناسبا عكسيا مع الجذر التربيعي لمربع نصف. أه
مع الجذر التربيعي لنصف القطر. مع الجذر التربيعي لنصف القطر. معلش يا جماعة، دي نشطبها كلمة مربع. مش مربع، تمام، صح كده، تمام. الجذر بين تعادل ولا ايه؟ مين ده المربع الأول؟ ونصف القطر. مش مشكلة، مين المهم إن هو خطأ أستاذ. يبقى كده تناسب عكسيا، تناسب عكسيا، التناسب العكسي هنا مع نصف الإيه؟ مع نصف القطر. دعاء صحة مرة واحدة، ماشي. يبقى هنا كده إيه؟ السرعة المدارية تتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي. الملحوظة الثانية، لا تتوقف السرعة المدارية على إيه؟ لا على الجي ثابت الجذب العام ولا الام اس، لأنها كمية فيزيائية ثابتة. ناخد مثال، تمام. طيب، قمر صناعي، لو معاكم ورقة وقلم ممكن تكتبوها. قمر صناعي يدور حول الأرض في مدار شبه دائري على ارتفاع 940 كيلو متر من سطح الأرض. يعني هي المسائل بتاعت الأقمار الصناعية غالبا مشكلتها في الأرقام، استعملنا صحيح الآلة الحاسبة. احسب رقم واحد السرعة المدارية، اثنين سرعة الهروب، واعطني هنا نفس الزمن. ناخد بالنا بس كده، ما تبقاش عارفاها. الزمن اللازم ليتم دوره كامله حول الارض. يا ريتني يعني المساله لو معانا ورقه وقلم كده ممكن نحاول نحلها قبل ما ايه نظهر الحل. الزمن اللازم ليتم دوره كامله حول الارض. مفيش حاجه ظاهره. طيب من الاول تاني كده يا جماعة، مثال والمسألة كده ظاهرة. قمر صناعي يدور حول الأرض في مدار شبه دائري على ارتفاع 49 كيلو متر من سطح الأرض. في الكتاب، دعاء يعني خليتها من الكتاب يعني ولا إيه؟ ماشي، مش مشكلة، حلتيها يعني. طب احنا ما فيش مسألة يا زهرة عشان تحليها. ماشي، طب ما هو ما فيش كتابة زهرة عندي. المفروض لو اخدت الصوت كتبتيها يعني من الصوت. تمام، ماشي، تمام، برافو عليك. المهم المشاركة، تمام. طيب يا جماعة، الصورة كده ظاهرة ولا نشوف الكتاب؟ كتاب المدرسة، احنا معانا كتاب المدرسة، نجيبها من كتاب المدرسة. تمام، نجيبها من كتاب المدرسة. قمر صناعي يدور حول الأرض في مدار دائري على ارتفاع 940 كيلو متر. صح، تمام، ماشي. على 340 كيلو متر من سطح الأرض، احسب سرعته المادية وقارنها بسرعة الهروب. إذا كانت كتلة الأرض 6 في 10 أس 24 والجي ثابت الجذب العام 6 67 في 10 أس 11 نيوتن متر تربيع على كيلو جرام تربيع، وآر إيرث بتساوي 6360 كيلو متر. وعايزين نحسب، نحسب سرعته وبعد كده بنقارنها بسرعة الهروب. يعني السرعة اللي المفروض يكون عليها وسرعة الهروب كام؟ لو هنحسب سرعته اللي بيتحرك بيها دي اوربيتال، بتساوي هنا الجذر التربيع دي ام اس على ار اوربيتال التربيع، بنعوض عن دي موجود عندنا ام اس اعطاها لي 6 في 10 اس 24 الار اوربيتال، المفروض بنجمع نصف القطر 6360
زائد 940 يكون الناتج عندنا 7300 كيلو متر يا جماعة. لازم أحول الكيلو إلى متر، كيلو متر، اللي نضرب هنا في 10 في 6، بس بعد ما نحط العلامة بعد التلاتة على سنة 3 أصفار يضافوا على الألف تبقى كده 10 في 6 متر. ونعوض في القانون دي أوربيتال يساوي 6.67 × 10^11 في 6 × 10^24 اللي هي كتلة الأرض، ونقسم هنا على الأر أوربيتال اللي هي 7.3 × 10^10 فالناتج يكون معانا هنا يساوي المفروض كلمة تساوي 7.4 × 10^10 متر كل ثانية. لو عايزين نحولها الكيلو متر نقسم تاني على 10^3 فتكون السرعة بتاعتنا 7.4 كيلو متر كل ثانية. دي اسمها السرعة المادية بتاعت الايه؟ القمر. لو انا عايز احسب سرعة الهرول الخاصة بالكوكب في سكيل بنقول الجذر التربيعي ل 2 جي ار اس. الاثنين معروفة زي ما هي جي 9 × 10 اس، هناخد هنا اللي هي 6360 بس طبعا نضرب في 10^3 على اساس نحولها الى المتر، بتطلع معانا 11 16 100 كيلو متر كل سنة. مفهومة؟ ناخد انعدام الوزن. كده انعدام الوزن ظهر عندكم كلمة انعدام الوزن. طيب تمام، انعدام الوزن عندنا هنا، انعدام الوزن هي ظاهرة تحدث الجسم عندما يسقط سقوطا حرا بعجلة تساوي عجلة الجاذبية الأرضية. هي ظاهرة تحدث الجسم عندما يسقط سقوطا حرا بعجلة تساوي عجلة الجاذبية الأرضية. دي الحياة الخاصة بانعدام الوزن. نشوف كده الحياة داخل سفينة الفضاء. إيه خواص الحياة داخل سفينة الفضاء؟ أول حاجة ينعدم يعني وزن الجسم لعدم وجود الجاذبية. رقم 2 لا يستدعي الامر ارتداء بدله فضاء لان الاكسجين والضغط موجود داخل سفينه الفضاء. رقم 3 لا يستطيع الشرب طبعا الا بالمصه لان الميه لو رفع الاناء الميه ما بتنزلش من الاناء فلازم يستخدم هنا مصه. طبعا زي ما انتم شايفين ان الحركه بتكون في اي اتجاه لان انعدام للوزن في الصوره. رقم 4 يمكن أن نرفع الأجسام الثقيلة باستخدام إصبع واحد، ممكن نشوفها في الصورة، شايفين كده واحد بيرفع واحد بإصبعه بس كده بإصبعه رافع واحد، يعني مفيش وزن أساسا. رقم 5 يمكن قفز ارتفاعات كبيرة، تمام يا أمنا برضه يمكن قفز ارتفاعات كبيرة والبقاء على هذا الارتفاع عند القفز. زي ما انتم شايفين كده في الصورة الثانية، القفز يقدر يعني يرمي نفسه من مكان مرتفع يروح واقف مكانه ما ينزلش، تمام. دعاء الشرب بالمصة. رقم 6 تتجه لدور النباتات لأعلى، يعني تسليم شايفين يعني يعني على أساس ما فيش صورة زرع عندك. رقم 7 عند دفع الكتلة الأمام فإننا ندفع للخلف على أساس إن كل فعل رد إيه؟ فعل تبعا لقانون نيوتن. رقم 8 يعاني رائد الفضاء لحظة الانطلاق ولحظة الهبوط طبعا من عجلة شديدة عليه وده تبعا للقانون الثاني نيوتن. تمام، الحياة خارج سفينة الفضاء. لابد من ارتداء بدلة الفضاء بقى لأن هنا بيحتفظ بالأكسجين لمدة 7 ساعات. رقم 2 زي كده يعني احنا شايفين في الصورة مثلا الصورة كده بيرتدي بدلة الفضاء. رقم 2 لازم بس ترى الفضاء تحرك إلى باستخدام محرك النفاث الموجود بالمقعد وتحقيق القانون 3 نيوتن. تمام أسماء صلاح، زي ما انتم شايفين في الصورة الحركة بتاعته بتكون عن طريق المقعد النفاث. يقول هنا يقوم بالعمل المكلف به دون ان يسقط في هذه الحاله كما لو كان قمر صناعي.
يعني برضه مفيش صورة. خلاص احنا نبدأ بعد كده نشرح الجزء الأخير اللي هو خاص بانعدام الوزن، نشرحه هنا. أظن بقى الصفحة البيضاء دي ظاهرة عند الناس كلها. الصفحة البيضاء بقى ازاي بيتم انعدام الوزن، قوانين انعدام الوزن. بنفترض كده يا جماعة، ركزوا معايا في الجزئية دي، يعني هي فيها صعوبة شوية. بيكون معانا الأول مصعد بنوزن داخله كتلة، بيكون معانا مصعد، المصعد ده بيتحرك الأول لأعلى بسرعة منتظمة، يعني تمام. ركزوا معايا في الجزئية دي، إذا كانت مش مفهومة، فطبعا هنا كده إيه، أنا هحاول أشرحها مبسطة خالص. تمام يا تسليم، ماشي. لو الجسم ده اللي ده لو الصورة لو الصورة واضحة، ما مفيش صورة أصلا، ما فيش غير المربع اسمها أوفلاين. لو عندنا مثلا جسم بنوزنه داخل مركبة الفضاء، الجسم داخل المصعد آسف، يعني نفترض إن في جسم معانا كتلته إم، الكتلة بتاعته M، وبنوزنه داخل المصعد، يعني كده معلق كده في معلق في المصعد، وبنوزنه داخل المصعد. طبعا لما المصعد يتحرك إلى أعلى يا جماعة، لما المصعد يتحرك إلى أعلى، ففي الحالة دي السرعة لو كانت سرعة منتظمة وهو يتحرك الأعلى، العجلة تساوي صفر. ناخد بالنا من الجزئية دي، انت العجلة تساوي صفر، يعني ميبقاش في عجلة، يعني ايه اللي تساوي صفر؟ لما يكون يا جماعة ايه، بيتحرك بسرعة منتظمة. تمام يا دعاء، يا ريت تكون معانا، ما تبقاش اوف لاين على اساس تواصل معانا كويس. الجزء ده يمكن ما فيش تغير في السرعة. تمام يا اسماء، بالتالي نقول تاني يا عم، ماشي. نفترض ان في جسم بنوزنه داخل مصعد، الجسم ده كتلته ام، بيتحرك المصعد هو اللي بيتحرك لاعلى بسرعة منتظمة، لاعلى او لاسفل على فكرة، بسرعة منتظمة. تاني يا دعاء، نفترض ان في جسم كتلته ام بيتحرك لاعلى ولاسفل بسرعة منتظمة، بيتحرك لأعلى ولأسفل بسرعة منتظمة، بالتالي العجلة في الحالة دي بتساوي صفر. لما نيجي نوزن الجسم ده، الوزن اللي هيظهر لي على الميزان بنسميه الوزن الظاهري. أنا بعيد تاني على فكرة، الوزن الظاهري اللي هو بنسميه اف تي، ده اسمه وزن ظاهري، بيتساوى، تمام يا تسليم متابع معايا كويس، بيتساوى مع وزن الجسم الحقيقي. الوزن الحقيقي، ايه فكرة الوزن الحقيقي والوزن الظاهري؟ بعض الأجسام لما بوزنها في الهواء بتديني وزن، لما أجي أوزنها في المية أحس إنها خفت شوية، ده بنسميه الوزن الظاهري. تمام يعني، يبقى هنا لما يكون الميزان أو الجسم ده موجود في مصعد، المصعد يتحرك إلى أعلى أو يتحرك بسرعة منتظمة، يعني العجلة المؤثرة عليه بتساوي العجلة اللي بيتحرك بيها بتساوي صفر، في الحالة دي هيبقى كأنه ساكن، الحالة دي وزنه اللي هيظهر في الميزان اللي هو الاف دي هيتساوى مع وزنه الحقيقي، بالتالي نقول هنا إن الوزن الحقيقي يساوي الوزن الظاهري، اللي هيظهر في الميزان هيتساوى مع الوزن الإيه؟ الوزن طبعاً نقول عليه الوزن الإيه؟ الحقيقي. اف تي يتساوى مع الاف جي. تمام، دي اظن مفهومه. يبقى كان مفيش قوه مؤثره عليه، لان يا جماعه القوه اللي بتاثر على الجسم، امتى تظهر القوه دي وتاثيرها؟ لما يكون معانا عجله.
الاف بتساوي ام ايه على حسب القانون؟ الاف بتساوي ايه؟ ام ايه. طيب يعني لو جسم يتحرك بعجله تساوي صفر، في الحاله دي، في هذه الحاله بنقول تمام اسمع، اذا كان في عجله في الحاله دي بنقول ان هو في قوه مؤثره عليه. العجله تساوي صفر، مفيش قوه تاثر عليه، يبقى اذا الوزن اللي هيظهر في الميزان هو وزن الايه؟ الحقيقي. ده كان معايا ميزان اللي هو بيسموه ميزان زنبوركي، اللي هو بيبقى فيه الاجسام كده بتبقى عامله قوه شد الاسفل، فانا كده كاني باثر عليه فبغير من القراءه. هنا لما ما يكونش في قوه مؤثره عليه، فالقول في الوزن اللي هيظهر في الميزان هو نفس الوزن اللي هيبقى اللي هو وزنه الحقيقي يعني. تمام. اذا تحرك المصعد لاسفل نفس المصعد تاني، ده مصعد وهنا برضه نفس الفكرة، معانا كتلة M لكن الجسم ده يتحرك لأسفل، يتحرك لأسفل، المصعد يتحرك لأسفل بسرعة غير منتظمة. يعني العجلة هنا ايه؟ مش هتساوي الصفر. يبقى في الحالة دي بنقول ان الوزن الظاهري اللي هيظهر في الميزان بيساوي الوزن الحقيقي، بس مطروح منه قوة، مطروح منه القوة اللي هي تعتبر بمقدار العجله اللي بتحرك بيها. تمام يا تسليم، انا عارف ان الكيبورد ما تساعدش في الكتابه في الشات، يعني ناقص كده الام ايه، ناقص الام ايه. يعني انا كاني بفترض ادي الميزان اللي انتوا بتتكلموا عليه، الميزان الزنبور كده، وادي هنا في زي حلقة كده، وادي الجسم اللي احنا بنوزنه ام. طبعا في حلقة من فوق كده، وادي هنا في قراءة معينة. بصوا كده معايا يا جماعة، الجسم ده اللي هو ام دعاء، لو انا طبعا هو بيظهر هنا بميزان 50 نيوتن، لو انا شديت الكتلة دي لأسفل، لو شديناها لأسفل هتظهر زيادة هنا، يبقى اسمها وزن ظاهري. لكن لو انا دست عليها كده الاعلى، رفعناها الاعلى كده، اثرنا عليها بقوه الاعلى، يبقى القراءه دي هتقل عن وزن. يعني لو كان هنا عاطيني مثلا وزن 50 واثرنا عليها بقوه الاعلى اللي هي القوه اللي شفناها دي، فبترفع الكتله لفوق فبتظهر 40 مثلا، دي اللي بنتكلم عليها. تنتج هذه القوه ازاي؟ لما يكون معانا زي كده كتله مضروبه في ايه؟ في سرعه. تمام يا اسماء، يبقى الاف تمام يا دعاء، فين وزنها هيقل ازاي؟ احنا بنقول ان في كتله بتنزل لاسفل، فالمفروض تظهر في القراءه هنا 50 على الميزان، فاحنا اثرنا عليها بقوه من اسفل، واحد مسك بايده كده رفع الكتله الاعلى، خد القراءه هنا بتقل عن ال 50 تظهر مثلا 40، يبقى الوزن يقل في الميزان. هو الميزان ده هو اللي بيشد الاسفل. تمام. انا همسك بايدي كده ارفع القيل اعلى بقوه كده الكتله دي الاعلى، يبقى الوزن يقل ولا يزيد؟ يقل. هيظهر مش هيقل بمعنى ان هو الوزن الحقيقي، اللي هيظهر في الميزان 40 مثلا، المؤشر هيطلع لفوق. تمام، بلاش حكايه الشد دي، احنا خلينا نقول ايه؟ اثرت القوه الاعلى واثرت القوه الاسفل، يظهر بدل المؤشر ما يظهر عند ال 50 يطلع لفوق شويه بيظهر 40. تمام، مش مشكله. في الحاله دي نفس الفكره، لما يكون المصعد اسفل، لما المصعد يتحرك اسفل كان في حد بيأثر على الكتله دي الاعلى، فبقول ان الوزن اللي هيظهر اللي هو الاف تي
بس الوزن الحقيقي مطروح منه القوة اللي بتأثر الأعلى اللي هي ام ايه؟ ها؟ ام ايه؟ الناتجة عن العجلة اللي بيتحرك بيها الجسم. زي الفكرة اللي احنا قلناها بالظبط. تمام. فبنفترض إن هو لو الأسانسير أو المصعد بيتحرك لأعلى بـ A بتساوي جي، يعني لو نفترض إن الـ A هنا بتساوي جي، لو هو مثلا سقط الأسانسير، في الحالة دي بنقول إيه؟ إن الـ A بتساوي جي، يعني لو تحرك الأسانسير بعجلة الأسفل تساوي عجلة السقوط الحر. في الحالة دي نقول إيه؟ إن الـ FT هتساوي الوزن الظاهري، الـ FG، تمام يا أسماء، FG ناقص، هنقول هنا الـ MA ولا نقول الـ MG؟ نقول الـ MG. طيب يبقى القوة اللي هتنشأ عن الـ MG أسميها قوة إيه؟ أسميها، تمام، أسميها تسليم، متابع معايا كويس خالص. يبقى الـ FG ناقص الـ MG، إذا كان بقول إن الـ FT بتساوي الـ FG ناقص الاثنين الـ A ناقص اف جي ناقص الام جي، مع الام جي على بعضيها كده بنسميها اف جي برضو اللي هي الوزن، هنعوض عنها بالمقدار ده. في الحاله دي الناتج هنا هيساوي زيرو، يساوي صفر. يبقى بنقول في الحاله دي بيحدث انعدام للوزن، يبقى اف تي بتساوي في النهايه صفر، الوزن الظاهري بيظهر بكام؟ بصفر. تمام كده؟ يبقى الوزن الظاهري بيساوي صفر. دعاء أظن تكون فهمت، دعاء محمد يا ريت تكون فهمت. تسليم تقول تمام، مفيش مشكلة على فكرة، ممكن أعيدها تاني. ليه بعدين؟ أنت كنت فاهمها بشكل معين، اختلف معاك الطريقة اللي شرحنا بيها تاني؟ هي على فكرة لو مسكناها وقريناها ممكن نتلخبط كده، لازم تتفهم. يعني ممكن نعيدها، احنا ممكن نعيدها دلوقتي. تمام، ملخص سريع لكل الدرس، ولا ملخص سريع للي احنا كنا بنشرحه ده؟ موضوع الاسانسير يعني الوزن، انعدام الوزن. تمام ماشي، نقول تاني من الاول، بنقول هنا ايه؟ طيب تاني يا دكتور، بنقول هنا ان لو الاسانسير ده ساكن او متحرك بسرعه منتظمه يبقى العجله تساوي صفر في الحالتين. في الحالة دي لما بنوزن جسم داخل الأسانسير فبيظهر الوزن اللي بيظهر في الميزان اللي هو اسمه الوزن الظاهري يتساوي مع وزنه الحقيقي. هي كلمة وزن ظاهري معناها الرقم اللي بيظهر لي في المؤشر. أنا ممكن ألعب فيه مثلا بحيث إن أغير الرقم، يبقى الوزن الحقيقي بيساوي الوزن الظاهري. تمام. لكن عندما تحرك لأسفل بعجلة لا تساوي صفر، يعني بعجلة هتنشئ عن العجلة دي مضروبة في الكتلة. لما بيتحرك لأسفل كأن حد ماسك الإيد وبيزقها من اعلى لاسفل، من اسفل لاعلى، فبيغير القراءه فبيخف الوزن، بيظهر هنا ال 50 بتظهر مثلا 40. يبقى الاف تي بتساوي الاف جي ناقص القوه اللي بنأثر بيها اللي هي الام في الاي، ما بتظهرش بكل الوزن الحقيقي، بيظهر وزن اقل اللي هو الوزن الظاهري. فبنقول هنا الوزن اللي بيظهر بيساوي الاف جي اللي هي الوزن الحقيقي ناقص الوزن الظاهري اللي هو ام اي، اسف ناقص اللي هي الركن الاسفل ان ايه. لا هو احنا كل كلامنا في المصعد كان المصعد ده هو القمر الصناعي، هو مركبه الفضاء، فلازم نتكلم عن المصعد. لا موضوع ان بره المصعد ده موضوع تاني خالص.
هي تبقى اسهل على فكره. هي المشكله كلها ان احنا بنتكلم عن داخل المصعد، يعني ده المهم، لكن خارج المصعد فهمها سهل خالص. يبقى ناقص ال ام اي على اساس ان المصعد متحرك، متحرك بعجله لا تساوي صفر. يبقى مطروح هنا كان هنا حد، يعني كان ايه، جسم موجود مثلا انا شده بخيط ومره واحده كده سبت الجسم ده، يبقى كان هو في قوه اثرت من اسفل الى اعلى. طيب على العموم اف دي بتساوي اف ناقص الام اي، هيظهر هنا وزن اقل. لو طلع لفوق يبقى زائد بدل ناقص، زائد ام اي حرك بيها لو نزل بعجله بتساوي عجله الجاذبيه الارضيه، يبقى بنقول هنا ان الاف دي الوزن الحقيقي بتساوي اف جي ناقص الام جي. طيب الام جي هنا اللي هي الوزن الحقيقي، يبقى هنا هيساوي صفر. استاذنكم يا جماعه كده، ان شاء الله نكمل يوم الاحد القادم ان شاء الله، اليوم الثلاثاء الجاي ده كيمياء ثانوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.